السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أتم الصحة والعافية. رجعت لكم اليوم فيديو جديد وبحيل وأفكار مطبخية تسهل عليكم الكثير. كنتمنى بالفعل أنها تنال الإعجاب ديالكم وأنكم تستفدوا منها، وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعة والاتجاهات الرائعة ديالكم. ما تنسونيش باللايك والبارتاج، واللي كيهمو الأمر هو يكتشف الحيل وهاد الأفكار. مالي اللي تا الفيديو تا الأخير وفرجة ممتعة. غندوزو لأول حيلة وأول فكرة على الزبدة البلدية، كيفاش أننا نحتفظو بها لمدة أطول بلا ما يتغير لها المذاق ديالها وبلا يعني ما يتغير لها الطعم ديالها نهائيا، تبقى بنفس الجودة وبنفس الطعم باش حنا خديناها. خليكم معايا وغادي ندوزو للطريقة. الزبدة البلدية شكون اللي ما كتعجبوش الزبدة البلدية؟ يعني كاين اللي كيشري منها كمية كثيرة، ولكن المشكل اللي كنلقاو أننا فاش كتكون عندنا كمية كثيرة يعني بسرعة كدير واحد الرائحة المجهدة اللي ما كنقدروش ناكلوها، وما كاين اللي ما كيعرفش السبب بالاخص المبتدئات. اشنا هو السبب؟ يعني فاش تاخذوا الزبده البلديه الا خديتوها بكميه كثيره، ضروري اولا ما ديروها في اواني زجاجيه، من الافضل الكميه اللي كتستهلكوا يوميا ديروها في شي هكا في شي قرعه اللي هي صغيره، والكميه الكثيره غنوريكم الطريقه. اول حاجه واخا تجيبوها تكون بنينه تكون زوينه يعني موثوقه، ضروري ما تعودوا ليها الغسيل كما غتلاحظوا معايا، يعني غتغسلوها مره وجوج وثلاثه حتى يولي الماء يخرج لكم صافي، وتسقطروها كما غتشوفوا معايا. دابا انا راه بديت كنغسل فيها. دابا كما غادي تلاحظوا معايا كتاخذوها من الافضل انكم تغسلوها بيديكم، يعني تنظفوا يديكم مزيان باش تخرجوا من هذاك اللبن، يعني داك اللبن خصو ما يبقاش، وخصنا الماء نبقاو نغسلوها حتى الماء يولي صافي، يعني ما يبقاش بحال هكا. دابا راه باقي فيها شويه اللبن. دابا انا غادي نصفي هذه كما كتلاحظوا معايا، راه جبت هنايا صفايه كما كتشوفوا معايا، غادي نبقى نصفيه هنايا ونعاود ليها ماء اخر، يعني حتى يبقى هذا الماء اللي شتوه تيولي صافي. ديك الساعه عاد باش كتعرفوا ان الزبده ديالكم ما بقاش فيها اللبن، لان اللبن هو السبب انه تيخليها كتولي مجهده. وحتى اللي كانت تصاب عنده شي حاجه ودارت ليه ديك الرائحه يعني رجحات من. ودابا كما كتشوفوا معايا ندوزو للطريقه ديال الاحتفاظ بها بعد ما يعني صفيتها من الماء مزيان، خوي عليها الماء بارد باش انها تقدروا تصفيوها باش ما تبقاش تذوب لكم في يديكم. نتوما طريقه الاحتفاظ من الافضل انا كنقول انكم تهزوا يعني القياس اللي نتوما باغيين هكا وتحطوه في العلبه، ممكن تفرشوا بابي كويسون ممكن بلاش، رانا ديجا تقصعكم عده طرق باش تحتفظوا بالزبده العاديه هكا اللي كنشريو ديال العبار. كما كتلاحظوا معايا حتى هي كتبقى مده طويله في المجمد. هذه ممكن انكم تقطعوها غير قطع القياس اللي نتوما كتاخذوا. الطريقه هذه ديروها فاش يلا تاخذوا الزبده وتكون عندكم كميه اللي هي كثيره، واحتفظوا بها في المجمد من الافضل باش تبقى محافظه على المذاق ديالها كذلك وعلى الجوده ديالها. كنتمنى الفكره هذه انها تفيدكم، وغندوزو الفكرة المواليه. غندوزو الحيلة أو الفكرة الموالية على الترموس. كما كتعرفو دابا يعني أمطار الخير تسقطات الحمد لله، والحال تيبرد، يعني ولينا كنبغيو نجبدو هاد الترموسات باش نديرو فيهم الحليب والقهوة. بالنسبة للطريقة والحيلة اللي غادي نعطيكم هي أن الأغلبية ديال الناس كيجبدو هاد الترموس كيلقاو فيها رائحة يعني مكيستحملوهاش. أحسن وأفضل طريقة اللي غادي نعطيكم هي أنكم يعني هاد القفالة هادي دائما متكونوش كتسدوها يعني بزاف، متكونوش يعني كتغلقوها بزاف. وتاني حيلة أنكم دائما تبقاو ديروا واحد بابي ديال المطبخ بهذا الشكل هذا، وديروا عويدات ديال القرفه، راه كتبقى الترموس ديالكم بواحد الرائحه اللي هي جميله، يعني فين ما حليتوها سواء ديال الحليب اولا ديال القهوه. ولكن الا ما كنتوش كتبغيو الرائحه ديال القرفه ممكن ديروا مثلا شويه ديال القهوه، اولا ممكن كذلك ديروا واحد الساشي وحده ديال الفاني، تحلوا ليها غير الراس ديالها وتدخلوها وسط بابي ديال المطبخ وتخليوها هي تعطيكم الرائحه في الترموس ديال الحليب، تتبقى رائحه جميله. كنتمنى هذه الفكره هذه انها تفيدكم وتبقى الترموس ديالكم جيده، ولكن دائما نشفوها وعرضوها للهواء وفي التالي ما تسدوهاش مزيان. كنتمنى هذه الفكره هذه تفيدكم في الترموس. وغندوزو للحيله المواليه. ندوزو الحيلة او الفكره المواليه، وهي اللي بغينا نديرو ياغورت ديال ياغورت منزلي باسهل واسرع طريقه. غادي نديروه في الترموس كما كتشوفوا معايا، يعني ديجا دايره معكم في القناه، غنحط لكم الرابط في صندوق الوصف باش تشوفوه بالتفاصيل. راه كيجي سهل وسريع، ولكن تنصحكم ان الترموس تكون جيده، يعني الترموس اللي كتحافظ على الحراره مده طويله، يعني الترموس اللي كتكون مزيانه هي كتخرج لكم واحد ياغورت جميل، يعني كديروها في على 6 السوايع على 8 السوايع، يعني كتحصلوا على ولا ديروها في الليل والصباح كتلقاو يعني الريب ديالكم واجد بلا ما تعدو بلا ما تسخنو بلا ما ديرو في الطنجره بلا ما ديرو حتى حاجه، يعني غير في الترموس. غير الحيله اللي غنعطيكم انكم تجيبوا الماء طايب
كتحطوه في الترموس واحد على ما توجدوا، يعني على ما توجدوا الياغورت ديالكم، يعني كديروا فيه الماء طايب واحد ربع ساعه قبل حتى تاخد ديك الحراره مزيان، وكتحيدوا من هذاك الماء طايب، وعاد باش كتفرغوا فيها الياغورت ديالكم. صدقوني راه عندي تجربه، نخليكم الرابط في صندوق الوصف. هذه الطريقه هذه فعاله، غير دائما في ليتر واحد ديال الحليب يعني كديروا واحد الكاس ديال الياغورت، وراه كينجح معاكم وكيجي بواحد الطريقه رائعه. ممكن ديروا نتوما الياغورت عاقد، اولا ديروا حتى هذا الكريمي، يعني راه كيجي اما بغيتو الياغورت السائل اولا بغيتو الياغورت اللي كنديرو هكا في الزليف، يعني راه كينجح 100%. كنتمنى هذه الفكره هذه انها تفيدكم بالاخص في الجبارد. وغندوزو للفكره المواليه، وندوزو الحيله او الفكره المواليه على البراد بالاخص هذا الغطاء ديالو، الا كان ما تيتسدش لكم مزيان اولا كيتسد مايل، ما عليكم الا تستعنوا بالمعلقه بهذا الشكل هذا كما غادي تشوفوا معايا. غادي تحطوها هنايا، تقربوا لهاد البلاصه هذه، وغادي تحاولوا انكم يعني تضغطوا عليه بهذا الشكل هذا. صافي، غير مجرد ما انكم كتحاولوا تضغطوا يعني كيولي تسد مزيان وكيرجع للطبيعه ديالته، يعني كيولي تيتحكم في الاغلاق. كنتمنى هاد الفكره هذه انها تفيدكم. واذا كان براد كبير يعني استعنوا بمعلقه تكون كبيره، فقط غير تحطوها وتضغطوا عليها كما شفتوا معايا، وغادي تخلصوا من هذاك المشكل. كنتمنى تستافدوا منها، وغندوزو للحيله المواليه. وغندوزو الحيله او الفكره المواليه، كما كتشوفوا معايا على هذه العلاقه العجيبه، ديجا تقاسمت معكم استعمالاتها الاكثر من رائعه بالنسبه لي ما شافهاش. فضلت انني نتقاسم معكم هذا المقطع هذا، رانا معلقاها في البالكون، غتفيدكم بزاف بالاخص في هذه الفتره هذه اللي الحمد لله بدات امطار الخير كتساقط والحال كيبرد، يعني كنبغيو نصبلو هكا سرابت ديال المطبخ وفاطي وشي جوارب هكا ديال الاطفال، ملابس الاطفال، شي حاجه اللي خفيفه هي راه كتسهل عليكم بزاف. تعلقوها في البالكون، في الشرجم، تنقلوها فين ما بغيتو، كتعلق وكتدخل عندكم لداخل، يعني اي حاجه ما كتخافوش عليها انها تسرد. يعني عمليه ونفعتني بزاف، وفضلت انني نتقاسمها معكم. اللي ما كيقدرش هكا يطلع للسطح لشي حاجه قليله او لا هكا الفاطي ديال المطبخ، راها غتفيدكم بزاف. كل حاجه ديروا لها مقبض واحد، وغادي تدي لكم بزاف ديال كما كتشوفوا معايا، تعلقوا فيها اللي بغيتو. كنتمنى هذه الفكره البسيطه انها تنال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منها. وغندوزو للفكره المواليه، غندوزو للحيله او الفكره المواليه على عصير ديال الفواكه. كما كتعرفوا يعني اللي بغى يدير هكا العصير ديال الموز اولا ديال التفاح اولا بالحليب هكا بسرعه، يعني كيتغير ليه اللون ديالو. ما عليكم الا تضيفوا واحد القطعه ديال الجبن في العصير، يعني ما كيتغيرش ليه المذاق نهائيا، ولكن اللون تيبقى محافظ على اللون ديالو. تنتمنى هذه الفكره هذه انها تفيدكم، بالفعل راها مجربه بالنسبه للعصائر ديال الفواكه هكا بالحليب اللي بسرعه كيتغير لهم اللون ديالهم. ما عليكم الا ديروا تضيفوا قطعه ديال الفرماج اولا قطعه سين على حسب الكميه، وغادي تشوفوا الفرق. وهنا كيكون الفيديو ديالنا سالا، وكنتمنى هاد الحصه تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، تكونوا استفدتوا ولو بالقليل، وكنشكركم بزاف بزاف على المشاهده. ما تنساونيش بلا لايك وتبارطاجي الفيديو مع الاهل والحباب ديالكم باش الفائده تعم. والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه، وشكرا على المتابعه.